نعم ميشيل، دعينا نقول أن الخارجية المصرية وبمجرد الإعلان عن توقيع متفقتي أو مذكرتي التفاهم بين تركيا والحكومة الليبية أدانت الخارجية المصرية بشكل واضح هاتين المذكرتين. استندت الخارجية المصرية إلى أن هذين الاتفاقيين المذكرتين تتصادمان مع اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه بين الفصائل الليبية أو الفرقاء الليبيين برعاية دولية للخروج من الأزمة الليبية وتفعيل الدولة ومؤسساتها وتجاوز مرحلة الشتات والصراع الدائر هناك منذ أكثر من 8 سنوات. المصرية أو الخارجية المصرية نصت أو ربما جنحت من خلال متابعين في هذا التصرف إلى مخاطبة المجتمع الدولي للضغط على طرفي الاتفاق أو المذكرتين لكي يكون هناك إدانة دولية واسعة أو يكون هناك موقف دولي رافض لهذا الأمر، بحسبان أن هذا الأمر بحسب محللين أو متابعين يقولون أنه سوف ينعكس سلبا على الأراضي المصرية أو على المصالح المصرية بشكل أو بآخر، سواء على المستوى الخاص بالدعم التركي السابق على مدى سنوات طويلة للجماعات الإرهابية والتي ثبتت بكثير من الأدلة خلال السنوات السابقة أو الماضية، أو على المستوى الاقتصادي فيما يتعلق بالتعاون المصري اليوناني القبرصي في مجالات التعاون المتعددة على المستوى الاقتصادي وبالأخص في مجالات استخراج الغاز والمركز تسييل الغاز الذي تعد مصر أو استعدت مصر أو أعلنت أنها أصبحت نقطة ارتكاز وتجميع وإعادة تصدير الغاز إلى العالم مرة أخرى أو من عدد من دول المنطقة أو من دول شمال شرق المتوسط. على أي الأحوال من المفترض أن تبدأ المباحثات بين وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني في خلال نصف ساعة من الآن، ومن المفترض أو من المنتظر أن يصدر بيان رسمي عن هذه المفاوضات أو هذه المباحثات، ربما يكشف عن الخطوة التالية التي سوف تقوم بها مصر مع حلفائها الواضحين في هذه الأزمة وهم تركيا وقبرص، وفي حين سوف نطرح أهم مشتملات البيان المصري حول هذه المباحثات.